السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي ومتابعين الكرام، وحشتوني جدا 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 من الفيديو اللي فات. اتمنى تكونوا بألف ألف ألف خير. النهاردة جاية لكم بريفيو عن محلول او مطهر نسائي ومطهر لجميع البكتيريا والفطريات، وهو ستيال. طبعا لو مش مشتركين في القناة اشتركوا وفعلوا زر الجرس عشان نكون دايما على تواصل ونشوف كل المستجدات اللي بتنزل على القناة. جايبة لكم النهاردة ريفيو عن ستيال. طبعا الستات كلها عارفة ستيال، تمام. سعر ستيال دلوقتي في الصيدليات بيوصل لأربعين جنيه، يعني 39 جنيه وحاجة كده تقريبا، ده قبل الزيادة، معرفش الزيادة ايه. طبعا بالنسبة لحجمه، حجمه 250 ملي جرام، حجمه كويس مش بطال. وعلى فكرة يعني هو مش بس غسول نسائي، لا بيستخدم كمان لالتهابات وعدوى الجلد الأولية، يعني اللي ممكن تكون مثلا تحسي ان في عدوى معينة، في حساسية معينة، مش حساسية طبعا، يعني زي مثلا فطريات معينة في الجلد، فبالفعل بيتكتب. هقول لكم على حاجة مهمة جدا في استخدام ستيال. ستيال امن جدا، لكن الناس اللي عندها حساسيه لاي مكونات الستيال او حست بتهيج في الجلد او الاغشيه، فعليها ان هي توقفه بسرعه وما تستخدموش طبعا، وترجع للطبيب المعالج. لكن بالنسبه للسيدات اللي بيستخدموا ستيال، فهو مطهر هايل جدا للسيدات، للمنطقه الحساسه. مش مطهر بس، كمان ليه ريحه، مش ريحه طبعا اللي هي ريحه يعني فروت ولا حاجات مندي ولا حاجات يعني زي البيرفيوم، لا هي ريحه طبيه بس ريحه كويسه، يعني مش ريحه ممكن ان انت تتضايقي منها. عايزه اقول لكم ان انا بستخدم ستيال كمان لو في اي مثلا لا قدر الله حد عنده حاجه في العيله، مثلا جديري اللي هي الامراض الجلديه، فبستخدمه بصراحه، بحطه على الغسيل، وطبعا بفصل الغسيل دوت عن اي غسيل يخصنا، وبحط ستيال، تمام كده. طيب ده يعني الاستخدام المبدئي ليه بالنسبه لي او بالنسبه لاستخداماتي. طيب هو بيستخدم لايه تاني؟ طبعا زي ما قلت لكم هو مطهر نسائي للسيدات للمنطقه الحساسه، وعايزه اقول لكم انه هو مفيد جدا 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 في تطهير المنطقة الحساسة من البكتيريا أو الفطريات اللي ممكن تتعرض ليها أو تصاب بيها هذه المنطقة. كمان هو مفيد جدا لأي من الجروح اللي ممكن تكون موجودة، أو العدوى اللي ممكن تكون موجودة بعد العمليات، فطبعا بيستخدموه وبيكتبوه الدكاترة، دايما بيكون موجود كده في الروشتة بتاعة الدكتور بعد عمليات الولادة، تمام كده. أمراض النساء بصفة عامة بيستخدموا ستيال. هو مطهر هايل، مطهر يعني آمن إلى حد ما، لكن أهم حاجة طبعا إن احنا وإحنا بنستخدمه إن احنا ما يبقى بعيد عن منطقة العين ومنطقة الرموش والجلد الوجه بصفة عامة، تمام. لما نستخدم الغسول ده لازم بعده، الطريقة هتبقى إزاي؟ أنا هقول لكم الطريقة الصح عشان في ناس كتير بيستخدمه غلط. طبعا هو مكتوب على طريقة الاستعمال، هو مطهر للأمراض الجلدية وبيستخدم الأمراض الجلدية بدون تخفيف. طبعا مش هيجي عندكم عشان الكاميرا هتجيب عكس الكلام، عشان بتيجي بالعكس. بالنسبة للأمراض الجلدية بيقولك بيستخدم بدون تخفيف ويشرب بالماء جيدا، يعني ممكن ان انا اروح واخده افتح الستيال كده او العلبة كده واخده على الحاجة الجلدية اللي انا هستخدمها، تمام، واروح دعكيها كويس ماشي كده بلطف كده، وبعد كده اروح شطفه بماء، بس مش ميه ساقعه. اوعي تستخدمي ميه البارده مع الستيال، لازم تكون ميه فاتره او يعني قريبه من الدفيان، لانه هيسبب يعني هيضايقك جدا لو استخدمتيه بميه بارده، لازم تكون ميه فاتره. دي اول حاجه حابه اقولها لك. طيب ده للامراض الجلديه. طب بالنسبه لامراض النساء بيستعمل ازاي؟ برضو ممكن تستعمليه بدون تخفيف او تخففيه. طب استعمله بدون تخفيف ازاي؟ زي ما قلت لكم نفس الطريقه، بتحطيه مثلا على المنطقه اللي انت حابه ان انت تطهريها، وبعد كده بتشطفي بالميه الفاتره او الدافيه. طب لو عايزه اخففه هعمل ايه؟ بيتخفف من 1 لـ10، يعني لو حطيت، ممكن يكون عندك انت معيار بقى، تبتدي ان انت تحضري الميه الفاتره بتاعتك وتقيسي غطا من ده
طبعا انت ممكن يكون عندك المعيار معلقه او غطاء، حسب ما يكون هيبقى 1 لـ10، يعني 1 من ستيال لـ10 من الميه. في الحاله دي ما بتشطفيهوش تاني خلاص، الحاله دي انت بتستخدميه زي ما هو وخلاص كده الموضوع انتهى. لكن لو استخدمتيه بدون تخفيف فلازم بعديه يبقى فيه شطف بالميه الدافيه او الفتره زي ما قلت لكم من شويه. طيب بعد كده كمان بيقول لك هو مطهر في الجراحه، وانا قلت لكم دايما ان هو لتطهير الجروح ويعني بديل للبتادين. البتادين دايما ساعات في ناس بتتضايق منه من ريحته النفاذه القويه، كان الواحد عايش في مستشفى كده. لا ستيال بالعكس، ستيال جميل جدا ريحته، يعني بيحب يعني مستحبه مش صعبه للجروح والقطوع اللي ممكن تكون موجوده او لاي عمليات جراحيه. بيستخدم ازاي؟ برضو بيستخدم زي ما قلت لكم، ممكن بالقطنه او بالشاشه. تبتدي ان انت على الجرح، طبعا الجرح مش هنحطه ونعمل كده، لا الجرح هنعمل بالقطنه كده تمام. وبعد كده هروح عامله بميه فتره، برضو قطنه جديده وميه فتره، وابتدي احط على الجرح بتاعي خلاص. طبعا الجرح زي ما اقول لكم ما بنعملش كده عشان ما نعملش حاجه في الانسجه او الاغشيه بتاعه الجلد، زي ما قلت لكم كده بتطبطبي على الجرح كده. طيب لو انا هستخدمه مخفف فبرضه من 1 لـ10، وهتجيبي القطنه كده بس وخلاص وبتسيبيه بعديها ينشف. عايزه اقول لكم ستال ياخد 10 من 10 في التقييم، لانه منتج هايل جدا جدا، بقاله سنين محافظ على مكانه، مفيش حاجه خدت مكان ستيال خالص في، يعني يمكن في حاجات كتير قوي طلعت وحاجات ريحتها جميلة وقوية وحلوة، لكن ستان متربع على عرش هذه المنطقة وعلى تطهير المناطق الحساسة لدى النساء، ويعني هو علاجي وفي نفس الوقت يعني هو بيكتب، طبعا الدكاترة بيكتبوه، في نفس الوقت في ناس كتير بيستخدموه من غير أي كتابة لأنه آمن جدا وحاجة كده يعني سبيشال لوحدها كده. اتمنى اكون الريفيو النهارده عجبكم عن المنتج اللي احنا قلناه النهارده، وفي ستات كتير طبعا عارفه ستال، اتمنى تقولي رايكم في التعليقات وتجربتكم معاه في التعليقات، وما تنسونيش في اللايك والاشتراك للقناه، ولحد ما اشوفكم على خير في فيديو جديد بقول لكم سلام عليكم.